تعالوا بقى نروح بعد كده كمان، يمكن قبل ما اتكلم عن منتخب مصر وامم افريقيا، عايز اقف عند نقطه مهمه. استاد عالمي في العاصمه الاداريه الجديده، تحديدا في مدينه مصر الاولمبيه بالعاصمه الاداريه الجديده، ملعب عالمي بيبدا فيه منتخب مصر استعداداته لكاس الامم الافريقيه. تشوف الملعب اهو زي ما حضراتكم شايفين كده، ومدرجاته وارضيته في صوره، ومشهد ومشاهد التدريب كمان للمنتخب تفتخر بالانجاز العظيم ده. واحنا فعلا محتاجين تطوير في البنيه التحتيه الرياضيه، خصوصا في ملاعب كره القدم. دلوقتي بنشوف استاد بهذا الحجم في المدينه الرياضيه على ارض مصر، يعني فاحنا بنتكلم عن صرح رياضي كروي في الجمهوريه الجديده، حاجه تحترم ويترفع لها القبعات يعني زي ما بيقولوا. منتخبنا خلاص على ابواب امم افريقيا واللقب غايب من 14 سنه. كتير قوي على منتخب مصر يا جماعه. اللي عودنا على البطوله، يعني عودنا ان هو يعني فتره كبيره جدا، الرقم ده فتره طويله قوي. فترة بعيدة عن منصات التتويج، وبنتكلم عن منتخبنا صاحب الرقم القياسي في التتويج ببطولة أمم أفريقيا 7 مرات. وصلنا للنهائي في آخر 10 سنين مرتين، والمرتين خسرنا. نتمنى إن المرة الثالثة تكون تابتة زي ما بيقولوا يعني عن رأي المثل. ونرجع من كوتيفوار بكأس أمم أفريقيا، مش ناقصنا أي شيء. مدرب كبير زي روي فيكتوريا، لعيبة كبار جدا سواء لعيبة النادي الأهلي أو باقي اللاعبين، وكتيبة المحترفين بقيادة محمد صلاح وتريزيجيه والنني ومرموش وغيرهم من اللعيبة في أوروبا. احنا عندنا دلوقتي مجموعة لعيبة، يعني خسارة ان هم ما ياخدوش بطولة أمم أفريقيا. الجيل ده لازم يتوج مسيرته ببطولة أمم أفريقيا. وشفنا على مدار الساعات الماضية إصابة أحمد نبيل كوكا وخروجه من القائمة، لكن كمان شفنا عودة ياسر إبراهيم المستحقة لقائمة الأمم الأفريقية. المنتخب هيخوض مباراة ودية وحيدة بعد 3 أيام أمام منتخب تنزانيا، ثم هيسافر إلى كوتيفوار، ومحمد صلاح هينضم لمعسكر منتخب مصر النهارده، وهيكون استقبال حافل بعد الارقام القياسيه اللي بيعملها مع ليفربول الانجليزي طبعا، وان شاء الله يتوج مسيرته بكاس الامم الافريقيه. ده يعني افضل ختام النهارده لحلقتنا. احنا كلنا ورا منتخب مصر، كلنا ورا روي فيكتوريا ولاعيبه منتخب مصر والجهاز الاداري واتحاد الكوره، عشان البطوله دي مهمه في مسيره كل المجموعه دي. ما ينفعش لاعب بحجم محمد صلاح ما يتوجش بامم افريقيا، ما ينفعش المجموعه دي ما تتوجش بطوله امم افريقيا، ما ينفعش منتخب مصر يغيب 14 سنه عن امم افريقيا. يعني صاحب الرقم القياسي يغيب 14 سنه دي كبيره قوي يعني.